وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفع على الأبواب. أشعث يعني شعره هكذا، ما عنده حتى مشط يمشط رأسه، شعر كثير. أغبر يعني غبار كثير من الصحراء، ما عنده ماء يغتسل به. ذي طمرين يعني مطمور، ما أحد يعرفه من هذا، مطمور ذكره ما معروف، خامل مخفي، مدفع عن الأبواب. لو يقف على بابك أنت تطرده، روح، ما تقبل حتى يقف عند الباب، ما يعجبك. هذا الذي ما يعجبك له رب قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبراه. لو قال يا رب، الله يقول لبيك عبدي. مصيبة تنزل، الناس كله يدعون، الله ما يستجيب. لو هذا قال يا رب، الله يستجيب. هذا الذي ما نرضاه ولكن السماء ترضاه. قال منهم البراء بن مالك صلى الله عليه وسلم، سيدنا البراء صحابي جليل زاهد في هذه الدنيا، وكان له دعوة عند الله مستجابة، وكان يستحي يدعو الله بها، يستحي. لكن في غزوة في فتح في بلاد تستر مع الروم، في معركة الروم، الصحابة والمسلمون في ذلك الزمان وجدوا صعوبة كثيرة في تلك الغزوة، في ذلك الجهاد، وسقط من المسلمين كثير 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 من المسلمين من الشهداء. وعرف المسلمون صعب عليهم أن يقتلوا أو أن يفتحوا سور هذا تستر، وحصن تستر الذي تحصنوا به، وجاءوا إلى البراء، قالوا يا براء أنت ذو دعوة مستجابة، هذا يومها، يا براء ادعو الله أن ينصرنا عليهم، لو اليوم ما ننتصر نحن سنخسر. يستحي سيدنا البراء، ولكنه عندما رأى فعلا الدماء تسيل وكثير من المسلمين سقطوا في تلك المعركة، رفع يديه ودعا، دعا الله أن يفتح عليهم وأن ينصرهم وأن يرزقه الشهادة، وفتح الله عليهم ببركة دعاء البراء، واستشهد هو رضي الله عنه، طلب الشهادة، يستحي أن يعيش بعد ذلك بين الناس، حتى لا يقال هذا الدعاء مستجاب وهذا يستحي. مات شهيدا في تلك المعركة مخلصين إلى ذلك الحد، أشعث أغبر، سبحان الله.